بإحدى المسلسلات السورية أكو فد عبارة كلش اشتهرت بين العراقيين وهي معلم شكلين ما بحكي. ومن تريد تطبق هاي العبارة على وجه الفساد بالعراق راح تشوف أن الفساد بالعراق ما يقوم على وجه واحد، لا بل تتعدد أنواع، لأنه المتابع راح يحدد ثلاث أنواع من الفساد تتمثل بالفساد الشائع اللي يشمل الرشاوة لدى صغار الموظفين، وهذا يمكن معالجته بالأنظمة والتعليمات وضبط عمل مؤسسات الدولة. والثاني هو الفساد المقاوم للتعليمات، وهذا يعتمد على شبكات اللي تدخل بها المصالح الخاصة المرتبطة ببعض القوى السياسية بمؤسسات حكومية، وهذا النوع لا يمكن معالجته بالأنظمة والتعليمات، وهو ما يتطلب رقابة حكومية صارمة. أما الثالث هو الخاضع للصفقات مثل سرقة القرن وغيرها، وكل هاي الأنواع استبشرنا خير بمحاربتها عندما حدد السيد السوداني 90 يوم برنامج الحكومي لمحاربتها، وهاي 90 يوم مضى عليها 7 أشهر ولم يلمس العراقيين أي استجابة أو رسالة أو شيء يوحي بالمحاربة، بل على العكس كان التشاؤم حاضر منذ البداية، كون السوداني اصطدم بجملة من العقبات لمصالح القوى السياسية خلال عمله على تنفيذ برنامج الحكومي، بمعنى أن الرجل ممكن أن يعود بخفة حنين إذا أخفق في الدخول إلى عش الدبابير.